والناس بسطاء. غير وأنت تعبرين عن مجموعة من أفكارك السيدة إيفلين كباحثة أنثروبولوجية، كنت في كل لحظة تشيرين إلى أن هذه الأفكار والآراء هي شخصية ولا تعبر عن آراء الإدارة الأمريكية. سؤالي الأول هو لماذا الإصرار على هذا التوضيح؟ ثم إلى أي حد انخراطك في العمل الدبلوماسي يضيق عليك الخناق ويحاصرك كباحثة؟ هو المشكلة الوحيدة الوقت. أنا ما عندي وقت كثير كدبلوماسية أبحث، والآن أنا لا أعمل أي بحث. هذا أبحاث اللي سويتها قبل ما بقيت دبلوماسية، ولكن ما أظن أنه في أي تناقض بين العمل كأنثروبولوج والعمل كدبلوماسية. هذا كلام لازم يتقال عشان هذا يعطيني حرية التعبير. يعني في كل لحظة. أي هو لازم يتقال. هذا بس شيء بيروقراطي تبعنا. ولكن أنا أظن إنه كدبلوماسية أنا عندي شيء يساعدني، وهو إنه عندي بعض الخلفية في الفنون الجميلة وفي علم الاجتماع وعلم الإنسان، وهذا زي مثل مسار الثقافي وفهم العقلية والقيم في الشرق الأوسط أحسن من دبلوماسية اللي بس تيجي على غفلة بدون أي شيء. والمسار الدبلوماسي هذا مسارين متكاملين مع بعض، لأن أظن لما أنا أجلس مع المغاربة وأناقش المسائل الاجتماعية السياسية الاقتصادية أنا عندي خلفية أوسع، وهذا يفيدني في هذا الحوار، لأن أظن أساس العلاقة الثنائية بين البلدين هو الحوار بين الثقافتين، وبعد ذلك بين المجتمعين، وبعد ذلك بين البلدين. ونحن أيضا يسعدنا أن ينتقل هذا الحوار إلى بلاتو مشارف. شكرا جزيلا دكتور إيفلين أي أورلي على تلبيتك دعوات البرنامج. شكرا جزيلا سيد ياسين، أنا دائما سعيدة جدا أناقش الأشياء الثقافية معك. ألف شكر لك، وشكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. واسمحوا لي في نهاية هذه الحصة أن أذكر بعناوين دكتور إيفلين أي أورلي: بلدي ومن أوف كيرو يلعبنا بالبيضة والحجر كما يقول المثل المصري الشهير. وطبعا هذو طبعتان من كتابها، الكتاب الذي أشرفت عليه رفقة دونالدي باون، Everyday Life in the Muslim Middle East، الحياة اليومية في مجتمع الشرق الأوسط الإسلامي. اسمحوا لي أيضا أقترح عليكم عناوين أخرى توصل بها البرنامج مؤخرا. هناك الزجال المغربي الحسن باديس يقترح علينا هذه المرة مجموعة من الأمثال الشعبية، 100 مثل ومثل من ابتكار زجال الحسن باديس. يعني لم يجمع أمثال سابقة، ولكن أبدع أمثاله الخاصة، أمثال طريفة تحكي عن البخل وعن الاستقامة وعن الهيمنة وعن مجموعة من قال ما يخلعوا الحنشمة ولوز طبعا على حبل وطرب مكانه مثلا. يعني هذا مثل من الأمثال التي يمكن الاطلاع عليها. يسرني أن أقترحها عليك هذا الكتاب. شكرا جزيلا. أيضا أقترحها عليكم الدواوين الشعرية الأخيرة لكل من شاعرة تطوان فاطمة الزهراء بن نيس، ديوانها الأخير بين ذراعي قمر صدر عن دار ملامح المصرية. فيما تقترح علينا توريا مجدولين عن منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع بالدار البيضاء ديوانا جديدا تحت عنوان أي ذاكرة تكفيك. طبعا توريا مجدولين معروفة بعطائها الشعري الممتد على مجموعة من الدواوين الصادرة مؤخرا عن منشورات اتحاد كتاب المغرب. أما المبدعة العراقية والقاصة العراقية المقيمة بالمغرب صبيحة الشبر فقد اقترحت علينا لائحة اتهامها، ولائحة الاتهام تطول، هكذا جاء عنوان مجموعتها القصصية الجديدة الصادرة بالمغرب. أما المبدعة المغربية المقيمة بفرنسا جميلة أبيطاغ فتقترح علينا ضمن منشورات لارماتو كتابين أو ديوانين شعريين ضمن سلسلة بويت دي سان كونتينو، لوب سوليدين أو الفجر تحت التلال، ونراكل دي فلاح أو متنبي الفلاحين أو عراف الفلاحين. آخر كتاب يسرني أن أقترحه عليكم هو محكيات المبدع المغربي بدر الدين البوعمري، جاءت تحت عنوان أحلام وأحلام. أعزائي المشاهدين دامت لكم مسرة القراءة وصدقة الكتاب. إلى اللقاء.